أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عدد من العناوين التي تزخر بها ساحتنا المحلية وتحتاج إلى إطلالة لإيضاح الموقف تجاهها تحليلها تحليلا بسيطا. الموضوع الأول خطابات المجتمع الدولي. يجتمع المجتمع الدولي سياسيا في كل سنة مرة واحدة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك اجتماعات أخرى تكون محدودة، التجمع 20، تجمع دول عدم الانحياز بين حين وآخر، وتجمعات إقليمية أو دولية أخرى. التجمع الأبرز دائما في السنة بالنسبة للبعد السياسي وتجمع الجمعية العامة للأمم المتحدة. في مشكلة في الصوت، ما بعرف سماعات خراب. اوكي، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. التجمع الأهم في سياسيا هو تجمع الأمم المتحدة الجمعية العامة. التجمع الآخر الذي يغطي الجانب الحقوقي هو تجمع مجلس حقوق الإنسان في جنيف. هاي التجمعات اللي تهمنا. في تجمعات في العالم مال أفلام يجتمعون سنويا في أمريكا أو في فرنسا أو في غيرها، أو تجمع الرياضة في كأس العالم أو الأولمبياد، بس مال السياسة والحقوق هي أهم تجمعين في العالم. على مدى 3 سنوات الآن تكون هناك حضور مهم ملفت إلى دولة يصعب على الرؤساء، كثير من الرؤساء فضلا عن كثير من الشعوب، معرفتها أو البحث عنها على خريطة العالم. ما تنشاف. هذه الدولة اللي ما تنشاف نتيجة لمحدودية مساحتها الجغرافية لا انتقاص من أحد، ومحدودية عدد سكانها، هذه الدولة اللي ما تنشاف تأخذ فقرة على مدى 3 سنوات في أهم خطاب للمفوض السامي لحقوق الإنسان. هناك فقرة مهمة جدا، هاي الكلمة هي كلمة لابد تكون محدودة. يعني المفوض السامي لحقوق الإنسان راح يتكلم عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان، وعليه أن يحط في ذهنه 200 دولة مسؤول عنها، عليه أن يحط في باله أنه راح يغطي 200 دولة، ويغطي مواضيع. ساعات يروح على موضوع المرأة، ساعات يروح على موضوع التعذيب، ساعات يغطي مواضيع عامة، ويعطونا ما بعرف كم ياخذ المفوض السامي حتى يلقي هذه الكلمة، ربع ساعة، 3 ساعة. 3 سنوات تأتي البحرين في فقرة بعد سوريا أو قبل سوريا. تعرفون الوضع السوري وتداعياته والمواقف الدولية من عنده، ولكن تأتي البحرين في هذه الفقرة لترسل المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعني أهم شخصية حقوقية في العالم. هذا المنصب تم اختراعه قبل سنة 2007 أعتقد، بحيث ينعطى مثل كأن الأمين العام للأمم المتحدة مفوض السامي لحقوق الإنسان، فتقول بأن البحرين فيها مشكلة خطيرة لحقوق الإنسان،
في انتهاكات خطيرة. وضع حقوق الإنسان في البحرين خطير. وبعدين تذكر مجموعة أمثلة متعلقة بمنع الحريات ومتعلقة بالمحاكمات ومتعلقة الدول الأخرى، يعني معارضات الدول الأخرى والناس اللي يبحثون عن كلمة عن سطر، ونتيجة للانتهاكات الموجودة تجد المفوضية السامية أن تضع فقرة هامة في خطابها عن البحرين. هذا بالجانب الحقوقي أهم شيء. في الجانب السياسي أيضا على مدى 3 سنوات الآن تكون منبر الأمم المتحدة إلى ذكر البحرين، تجمع الأهم للعالم في السياسة أن يأتي ذكر البحرين في هذا التجمع، وأن يأتي على لسان رئيس أكبر دولة، على لسان رئيس، يعني قبل 3 سنوات المسجونين السياسيين، هدم المساجد، الحوار مع المعارضة، وهذه السنة البحرين، سوريا، العراق، لديها مشاكل أشار أنها فيها بعد طائفي تحتاج إلى حلول، نعمل على حلول لها. بحرين، سوريا، المصايب الكبرى في السياسية. أقدم الشكر إلى نافي بيلاي وللرئيس الأمريكي أنهم أخذوا مساحة من أهم كلمة لهم في السنة في أهم تجمع عالمي إلى أنهم يلتفتون إلى هذا البلد، وأن يشيروا ولو إشارة إلى معاناته وإلى حاجته إلى الحل السياسي والحل الحقوقي. مؤشر، تعطي هذه الكلمات مؤشر على أن كل المحاولات التي يقوم بها النظام من خلال طرح عناوين شكلية سطحية، لجنة التظلمات ولجنة القضايا، عناوين لا يجد لها الإنسان مصداقية، فلذلك ما تحفظها أصلا، صعب عليك أن تحفظها. ومن خلال ما يقوم فيه النظام من عملية قمع متصاعدة لإسكات صوت المعارضين ومحاولة عدم وصولهم إلى العالم وإخفاء صوتهم، عبر ما يقوم به النظام من شركات العلاقات العامة لشراء الصمت الدولي أو شراء الذمم القابلة للشراء من كتاب أو حقوقيين، عندما تأتي من هذه المنابر أصوات أهم شخصيات في العالم لتتحدث عن الأزمة الحقوقية وتتحدث عن الأزمة السياسية، معنى أن كل هذه الجهود التي تبذل أو كل هذه المحاولات غير يعني المخلصة للبحرين، محاولات الإخفاء لحقيقة ما يجري في البحرين تذهب سدى، ما في قيمة، كلها راحت هباء، راحت كلها تقريبا هباء. فمهما كانت مصالح الدول الكبرى، هذا مؤشر آخر، مهما كانت مصالح الدول الكبرى ومهما كانت محاولات النظام في الإخفاء، إلا أن اللياقة في حدها الأدنى، في شيء اسمه لياقة، أنا صحيح سياسي وعندي مصالح بس في شيء إنساني، في شيء حق، في شيء واضح، في شيء هذا ما يقدر الواحد يتخلى عنه حتى في الحدود الدنيا، ما يقدر يتخلى عنه، هاي نعرف المصالح وين متركزة. ولكن دماء الشهداء، صرخات وصرخات الضحايا تجد لها صدى حقوقي وسياسي في العالم، ولا يمكن لا يمكن لا يمكن منعها. هني تجي مسؤوليتنا، احنا تجي مسؤوليتنا ان احنا نصرخ سياسيا في مطالبنا ولا نتوقف، ونصرخ حقوقيا من خلال توثيق الجرائم التي تقع علينا ونوصلها إلى العالم. إذا فعلنا ذلك واستمرنا فيه سيسمعنا العالم أكثر فأكثر، وستنمو أصوات أكبر في العالم من أجل تغيير حقيقي وجذري في البحرين. الآن المعادلة واضحة،
تحتاج فقط صمودنا، استمرارنا، شجاعتنا. ما أحد يقدر يمنع، ما عاد بالإمكان. تقدر تقتل، تقدر تسجن، تقدر تفصل، تقدر تبث رعب في الليل، بس ما تقدر تخفض. إذا قرر الشعب بشجاعة أن يمضي، ما في إمكانية لإيقافه مهما كانت صعوبات الحركة، ما في إمكانية. هذه 3 سنوات تكالبت علينا مصالح نفط، وتكالبت علينا ما تقدر توقف شعب، ما تقدر توقف شعب. واليوم المعادلة تصير بفضل الإعلام، بفضل التواصل الاجتماعي، بفضل أمور مختلفة تصب لصالح الشعوب. في السابق لم تستطع الأنظمة الدكتاتورية العتيدة أن توقف صرخات شعوبها، اليوم هي أعجز، اليوم هي أعجز. تهاوت نظام مصري، نظام تونسي، نظام يمني، تهاوت. مؤشرات تقول هذا الشعب على طريقة للحصول على حقوقه، الاستمرار بسلمية والاستمرار الفاعل والابتكار والطريق. مختصر الكلام في مجموعة أمور. خليل، مع التواصل مع السلك الدبلوماسي في اعتقال الأستاذ خليل المرزوق، السلك الدبلوماسي كله، لا هذه التهمة الموجهة لخليل هي تهمة كيدية. نعرف خليل داعية، مو كلامي، خليل داعية سلام وعمل لا عنفي، وليس له علاقة بدعم الإرهاب، وليس له. إذا عندنا ملاحظة على كلمة أو كذا، هذه ما تصل إلى مبرر أبدا لاعتقال خليل أو أي شيء من هذا القبيل. هذه تهمة كيدية معروفة في ظل الصراع السياسي القائم في البحر. هاي الخلاصة. الآن متى يصير الموقف، متى تصير التدافع، متى كذا، هذا يحتاج عمل، والعمل جاري عليه. بس هاي الصورة الآن واضحة. أما الأمنستي وهيومان رايت ووتش والمنظمات الحقوقية والمنظمات البرلمانية وكلها أعلنت موقفها بأن هذا اعتقال سياسي، يجب الإفراج عن خليل المرزوق فورا. يؤلمنا اعتقال خليل بلا أدنى إشكال، ولكن أنا يؤلمني أيضا بنفس الدرجة اعتقال كل واحد من 1800 معتقل. أنا ما أقدر أعرف أسماءهم، أكيد ما أقدر أعرف أسماءهم. لا أعرف أستاذ عبد الوهاب وأستاذ حسن وخليل وفلان ونبيل وخواجة، أكيد هؤلاء أولادنا. شو يحدث لما يعتقل خليل والذي يجب أن يفرج عنه فورا؟ العالم كله يعرف أن هناك ظاهرة الاعتقال السياسي على الرأي، لأن خليل معروف في الدنيا كلها. ما في أحد مهتم في البحرين ما يعرف خليل، خصوصا الناس المهمين، يعني الناس المهمين، السلك الدبلوماسي كله يعرفها، المنظمات الحقوقية صحيح ما إلى اتصال مباشر وعمل مباشر مع المنظمات الحقوقية، بس يعرفوه. المراكز البحوث والدراسات في أمريكا، في أوروبا، كلها تعرفها. فأنت لما تيجي تعتقله شو تقول؟ خليل مناضل على المستوى العالمي معروف. ألم إلى خليل، بس هو إلى القضية، خلاص الصورة ورقة توت، أن أنا أعتقل مخربين، أن أنا أعتقل إرهابيين، أن أنا أعتقل طبت. هذا إذا تقول عن هذا الرجل المعروف بتحضر، المعروف يشوفون نموذج راقي للمعارضات، يشوفون نموذج راقي عندما كان يمثل البحرين كنائب أول وكرئيس للجنة التشريعية، معجبين فيه في كل مكان. عندما تجي وتقول عن هذا، خلاص كشفت نفسك، أنت تعري نفسك، أنت تساعد على تعري نفسك. واحد يعتقلونه ما تعرفه وتقول والله هذا متهمينه كذي كذي، يبقى العالم شوي متشوش. ما تعتقل خليل، عندما تعتقل نبيل رجب، هذين يفضحونك فضيحة، هذين ويبقاهم فضيحة. صلى الله الفرج لهم جميعا. اعتقال خليل هو أن يقول النظام بأن العمل السياسي السلمي في البحرين يعاقب عليه، وينظم إليه تهم كيدية
وإذا رحت إلى مثل ما رحت إلى نبي رجب وأصدرت عليه أحكام، والقضاء يتعاون مع الإرادة السياسية للمعاقبة. فصخت روحك بالكامل. المجلس العلمائي، المجلس العلمائي هو تشكيل طبيعي لعملية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تبليغ أحكام الإسلام التي وجدت منذ صدر الإسلام حتى الآن. ما في إسلام، مو في قرآن، مو في سنة نبوية، مو هذه السنة النبوية وهذا القرآن وهذا الإسلام يبلغ للناس، مأمورة النبي، مأمور أن يبلغ الأئمة، مأمورين أنهم يبلغون العلماء الذين أخذوا محاولة وظيفة النبي والإمام يبلغون. هاي المجلس العلمائي ما وراء شيء، لا وراء ولا قدامه. خلني أقول أيضا أن النظام الأساسي، النسخة الأساسية التي كتبت من الأستاذ عبد الوهاب الله يفرج عنا، وبعدين يحدحد فيها هذا اللي قاعد هني، وإطلاع يعني اطلاع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم سيد عبد الله الغريفي حتى تتكون. وكانت الفكرة واضحة أن هذا ليس تنظيما سياسيا، ما له علاقة بالموضوع السياسي. شكلنا التنظيم السياسي قبل، شكلنا الوفاق، شكلنا الوفاق تنظيمنا السياسي. الآن تنظيم طبيعي فطري لملمته موجود حول الشيخ عبد الأمير الجمري، موجود حول السيد علوي الغريفي، موجود حول السيد جواد الوداعي، موجود حول الشيخ عيسى أحمد قاسم، موجود حول أي مرجعية تتوجد. هاي تنظيم طبيعي. في شيء في الحوزة هناك في النجف يقولون تعالي يا حوزة خدي إجازة حتى تدرسون بعضكم، ما في. على ما مرت النظام العراقي السياسي من دكتاتوريات لم تنتهي، وإحنا من القرن السادس إلى الآن هجري إحنا ماشيين، حوزة ماشية ما تأخذ إجازة ولا جسم، تروح تمارس دور تربية العلماء ودور التبليغ وبعث المرشدين وتفسير القرآن وتفسير الجسمة وإصدار الأحكام الشرعية. هاي زين تقول هاي النظام ما يوالي في قوم، نفس الموضوع. تغيرت الحكومات ويس الحوزة على نفس السيستم، ما حد له علاقة فيها، لا الشاه له علاقة فيها ولا السيد الخميني له علاقة فيها. بس فالمجلس العلمائي هو انتماء طبيعي فطري نمو طبيعي إلى مسألة أي طائفة. اليوم المسيحيين عندهم كنائس، يقعد إدارة الكنيسة يعني تتابع شؤون المسيحيين في البحرين، تابع شؤون المسيحيين في البحرين، تتصل فيهم تشوف مشاكلهم، السيخ البوذ الدنيا كلها. الطائفة الشيعية الكريمة تحرم من أن يكون إلها تنظيمها تنسيقها العلماء أن يتابع شؤونها الدينية؟ تعرف هاي دلالات، هاي دلالات محاولة حل المجلس العلمائي، هاي دلالات أن الطائفة ما مسموح لكم أن تتنظمون أن تنسقون جهودكم. أكثر من هذا وش موجود؟ أكثر من هذا وش موجود؟ الآن إذا طلعوا بيان كل شهرين أو ثلاثة قالوا إحنا مع الشعب، الأزهر يطلع ليل نهار لما تمر مصر بظروف، البابا يطلع يتكلم يقول إحنا ندعو للسلام في فلسطين، ندعو للسلام في سوريا. مو سياسي هو، بابا مجلس علمائي يموتون الناس تحته، شو يعني؟ يقول لهم نحن نتضامن مع هالجرحى. أكثر من هذا ما في. بيانات السياسية مو قال لي نحن الوفاق والجمعيات السياسية المعارضة وغيرها موجودة شاحنين المكان. وظيفة العلماء في
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تنظيم أمرهم وفي الدعوة إلى الخير والتعاون على البر والتقوى غير خاضعة منذ الصدر الأول إلى اليوم إلى بكرة إلى موافقة السلطان. ما هي خاضعة لموافقة؟ أنا أمر بالمعروف إذا رضى السلطان، هاي مو وارد في معنى، ما هو وارد في معنى أبدا رسول الله ولا الأئمة ولا علماء الدين الذين يسيرون على سيرهم. الاعتداء على المجلس العلماء، اعتداء على حق الطائفة الشيعية في ممارسة عقيدتها وتنسيق العمل الديني الخاص بها، هكذا يقرأ العالم هذه الخطوة. إبعاد آية الله الشيخ نجاتي. هناك محاولات مستمرة لحمل وإجبار سماحة آية الله الشيخ حسين نجاتي على مغادرة البحرين، أكثر من 5 شهور هذه المحاولات مستمرة. تتم هذه العملية عن طريق استدعاء آية الله الشيخ حسين نجاتي شخصيا عدد من المرات. الشيخ ما يفضل أن يطلع هذه الأمور ولا يذكرها، وهي طريقة التعامل في إدارة الأمور، ولكن هذا ما حدث. وعن طريق استدعاء معاونيه في الفترة الأخيرة بشكل أسبوعي والاتصال بهم بشكل يومي تقريبا. متى يطلع الشيخ؟ متى حجز الشيخ؟ قدم الشيخ لفيزا ولا ما قدم؟ وهذا الأمر يعني أنا على اطلاع مباشر به. يراد أن يبدو الإبعاد أنه خيار شخصي لآية الله، وقد تشرفت بزيارته عدد من المرات في هذه الفترة، وعرفت وعلمت بشكل واضح أن سماحة آية الله لا يريد أن يغادر البحرين بشكل طوعي. أمو خياري أنا أغادر البحرين، أنا أريد أن أبقى في بلدي في وطني، ما عندي وطن آخر غيره، نريد أبقى في هذه الصورة. هذه الصورة أصبحت واضحة لا لبس فيها إلى كل الجهات الحقوقية وكل الجهات الدولية. يعني محاولة أن الموضوع يتم من تحت الطاولة وضغط شدي وسكتة وش اسمه خلصت، ما في أحد في الدنيا حقوقيا أو سياسيا إلا صار الموضوع واضح أمامه. الاستمرار في الإصرار على هذه الخطوة والضغط على سماحة آية الله للخروج أصبحت واضحة أنها جزء من الاستهداف الطائفي للشيعة في هذا البلد. شيخ حسين مو شخص عادي، آية الله يشكل حالة دينية فقهية متقدمة تعني الكثير لأبناء الطائفة الشيعية في كل مكان، تعني الكثير لأبناء الطائفة الشيعية في كل مكان. يعني أي باكستاني أي هندي أي واحد في نيجيريا شيعي يسمع إبعاد آية الله يعرف شنو بعد بقية الجسمة. هاي معنى، هاي حدود هذا المعنى. والعالم الحين أصبح أمام صورة واضحة. بين حين وآخر، مسيرة 27، مسيرة هذا اليوم 9، بين حين وآخر تحتاج ثورتنا وحركتنا المطلبية أن تبرز للعالم في شكلها البسيط، بل ألاف ودوران واعتقالات ومطالبات وحوار وقصص، هاي تحاول ساعات تشوش ذهن الناس، ذهن الناس المحليين وذهن الناس المراقبين. تحتاج بين حين وآخر توقف كل هاي الجدل، مع أن أنت مو خسران فيه ونتائج ماله معروفة، حديث أوباما وحديث نافي بيلاي وغيرها مؤشراته، بس تبى تخرج من هذا الجدل. اعتقلوا فلان واعتقلوا فلتان وجدت القصة الفلانية ومكان احترق أو مكان كذي، تحتاج محطات تبرز فيها الصورة الأصلية، الصورة الطبيعية. شو القصة كلها؟ شو القصة؟ في شعب يطالب بالتحول إلى الديمقراطية، غير موافق على استمرار القبيلة في إمساك زمام الأمور المطلقة في البحرين. بس هاي قصة معروفة في الدنيا كلها، إن الناس في عملية التحول
من الحكم الشمولي السلطوي إلى الحكم الديمقراطي، هاي كل القصة اليوم هاي، إن شعب البحرين يجي يتجمع بحيث يرسل رسالة من خلال عدده وتجمعه بأننا نحن شعب البحرين، جزء مهم من شعب البحرين، ندعي إن احنا الغالبية السياسية في شعب البحرين، نطالب بالحرية، الكرامة، احترام حقوق الإنسان، الديمقراطية. هذا احنا يا عالم نقطة على السطر، تبقى البقية تفاصيل، تبقى البقية تفاصيل. هاي الرسالة الرئيسية اللي تحتاج كل ما بين حين وآخر ترد تجددها. شو الناس تسوي في ميدان التحرير؟ ترسل هاي الرسالة إلى الداخل وإلى الخارج. شو الناس تسوي في شارع الحبيب بورقيبة؟ هاي الفكرة. شو اللي سويناه في دوار لولو؟ هاي الفكرة. جمعنا هناك مدة شهر، قرابة الشهر، بس هاي الرسالة الرئيسية. العالم ما عنده وقت ياخذ تفاصيل مالتك، هاي الرسالة الرئيسية. هذه تحتاج تتكرر بين حين وآخر بشكلها الحقيقي، بزخمها الشعبي. فهذه فكرة مسيرة هذا اليوم، وهذه محطة هامة في مسيرتنا الطويلة لتحقيق الحرية والكرامة والمساواة واسترداد حقوقنا الطبيعية في وطننا. ولذا أكرر الدعوة إلى كل قادر على المشاركة والتحشيد للمشاركة والحضور المبكر لإرسال هذه الرسالة إلى العالم. طبعا هذه الرسالة تترك آثار مختلفة بما فيه الحلول السياسية، السقوف السياسية، وتعمل في الداخل وتعمل في الخارج. هي هذه الرسالة بين حين وآخر نحتاج نرسلها إلى العالم. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، فرج عن معتقلينا، شافي جرحانا، أعد اللهم لنا المهجرين. اللهم من على هذا الشعب بما يستحق من كرامة وعزة ونصر يعيش فيه الجميع بالكرامة وينالون حقوقهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.